إذا أردت أن تبدأ بالتغيير الحقيقي فعليك بقطاع التعليم. يبدو أن هذا شعار الحكومة السودانية الجديدة. إقالة جماعية لمدراء الجامعات السودانية لم تستثني أحد. الإقالة شملت رؤساء مجالس الجامعات. وبينما لم يحمل قرار الإقالة الأسباب، صوب البعض سهام الاتهام للنظام السابق الذي انتهج سياسة التمكين والتي حولت ساحات الجامعات لمجرد واجهات حزبية وحاضنة مثالية لفعل سياسي عنوانه الرئيس، الاستقطاب الأيديولوجي للعناصر الشابة وغسل أدمغتهم على حساب العملية التعليمية. نحتاج إلى أن الحكومة الانتقالية وخاصة وزارة التعليم العالي وقوة الحرية التغيير وكل التنظيمات السياسية لابد أن تعمل بجهد لوضع ميثاق واضح جدا لاستقرار الجامعات، حتى لا تضار هذه الجامعات نتيجة للأعمال السياسية ونتيجة للأنشطة السياسية غير الإيجابية السلبية في داخل الجامعات. خطوة الإقالة وجدت القبول في الأوساط التعليمية، ذلك أنها تساهم في الاستقرار الدراسي بالنظر إلى أن هذه الإدارات الموجودة منذ زمن النظام السابق ساهمت بتوفير غطاء للكتائب التي تتبع لنظام البشير والتي تمارس العنف ضد الطلاب داخل الحرم الجامعي على حد وصف البعض. أيوه حيتحسن، أكيد حيتحسن إن شاء الله، بس طبعا زي ما شايف نديهم فرصة إنهم يجيبوا الناس الجديدين ديال ونشوفهم. بتمنى إنه كل الطلاب على مستوى الجامعات السودانية إنه يقوم في حقوقهم المهضومة اللي اتنهبت من قبل الإدارات وعمداء الكليات السابقين. المطالبات تتزايد، تبدأ بحل الكتائب داخل الجامعات ولا تنتهي بتغيير الحرس الجامعي، فالنظام الذي حكم لثلاثة عقود بحسب البعض لم يسلم معه شيء حتى قطاع التعليم. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم.